مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم كيك الشوكولا بالكاستر. عنا 4 بيضات، نص كوب زيت نباتي، نص كوب مي، كوب طحين نخلتهم اكيد، بدنا نستعمل ملعقة صغيرة فانيلا، عنا كوب سكر، ملعقتين صغار بيكنج باودر، ونص كوب كاكاو نخلتهم كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط فانيلا والسكر، نخفقهم على سرعة عالية. خلصنا الخفق، هلا بحط المي، الزيت النباتي، بيكنج باودر، بحط الكاكاو والطحين مع بعض، بخفق على سرعة خفيفة وبحط شوي شوي طحين وكاكاو. كمان خلصنا الخفق. هلا عندي قالب دهنته زبدي بهيدا الشكل، بحط الكيك بقلب القالب. بسم الله. هلا بحط القالب بالفرن، اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180. هيدا الكيك بعد ما خبزناه بالفرن وتركته ليبرد، هلا بحطه بصحن. بسم الله. لنكفي الطريقة مع بعض. عندي 4 أكواب حليب، سعة كل كوب 330 ميلي، وعندي 5 معالق طعام ملانين كاستر و5 معالق طعام سكر. بحط الكاستر والسكر والحليب مع بعض. بسم الله. بحركهم ليدوب الكاستر وبرجع بحطهم على الغاز وبحرك تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتد الكاستر بهيدا الشكل، هلا عندي القالب وزيت نباتي، بدهن القالب بالزيت النباتي. بحط كاستر بالقالب، بحط تقريبا نص الكمية او ازود شوي، بعملهم بهيدي الطريقة. حط الكيك. بسم الله. برجع بحط الكاستر المتبقي على الكيك. بحاول احط الكاستر بهيدي الطريقة، اعمله لينزل على الطرف. برجع بحط الكاستر الباقي. بحاول مد الكاستر نفس المستوى. هلا بحط الكاستر على جنب ليبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطه بالبراد اقل شي ساعتين، برجع بشوفكن. هيدا الكيك بعد ما برد بالبراد، لنشوف مع بعض كيف طلع. لنشوف مع بعض كيف طلع من الداخل. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.